أنواع القياسات المساحية، يعني إحنا بنقيس إيه في علم المساحة؟ طيب في المساحة إحنا بنقيس المسافات، المسافات مثلا الأفقية بالشريط أو بجهاز مثلا الـ EDM اللي هو الإلكترونيك ديستانس ميجرمنت. بنقيس كمان المسافات عن طريق الجنزير اللي هي الحاجات القديمة اللي هي الجنزير والشريط، دلوقتي بالـ EDM توتال ستيشن، لأن توتال ستيشن هو عبارة عن EDM وتدوليت وحاجات كده كتير، بس الـ EDM دي هو الحاجة اللي في التدوليت، الحاجة اللي في التوتال ستيشن اللي بتقيس المسافات. طيب أنا عندي أنواع المسافات، ممكن مسافات أفقية مائلة رأسية. عن طريق التوتال ستيشن أنا بقدر أقيس المسافات الأفقية والمائلة والرأسية، يعني أنا أقدر إيه بقول للجهاز أنا عايز أنهي مسافة، الهوريزونتال ولا الانكلايند مثلا ديستانس، ولا عايز الايه الفيرتيكال ديستانس. طيب على حسب انا ايه انا عايز ايه. طيب انا بالنسبه للزوايا انا اقدر اقيس الزوايا الافقيه او الزوايا الايه الراسيه. الزوايا الافقيه اللي هي الهوريزونتال انجل اللي انا بقيسها برضو بالتدوليت، والزوايا الراسيه كمان بقيسها بالتدوليت، يعني التدوليت ممكن بيقيس زوايا افقيه وزوايا ايه راسيه، الفيرتيكال اند هوريزونتال انجل. طيب عندي كمان بقيس المناسيب عن طريق جهاز الميزان والقامه، وعندي كمان المساحات، المساحة اللي هي مساحة الأرض مثلا، وإزاي إن أنا بقسم الأراضي. طيب دي عن طريق مثلا إن أنا بحسب مسافات، أو إن أنا بعرف مثلا ده إيه، ده شكل منتظم regular area، أو مثلا شكل عامل زي إيه، عامل يعني في خطوط مستقيمة كده أقدر أحدده إن هو مثلا شكل ثلاثي أو كده، ويبقى ليه قانون معين أقدر أحسب بيه، أو هو عبارة عن مثلث أو يعني. تمام، يعني في أنواع المساحات دي هنشوفها في شابتر 3، وعندنا الحجوم وهنعرف ازاي بنحسب كميه الحفر والردم والكلام ده كله. بس عايز اقول لك ان دي ودي مشتقين اصلا من المسافات، يعني انت لو حسبت المسافات فانت تقدر بعد كده تقدر تحسب المساحات والحجوم لو هي كانت. وفي اجهزه برضو بتحسب المساحات زي توتال ستيشن، ان هي تاخد نقط كده الكوردينيت بتاع النقط دي وتقدر تحسب مساحات والكلام ده كله. طيب ده التوتال ستيشن والمسافات والايه والكميات او الكميات الفيزيائيه اللي انا اقدر ايه احسبها او القياسات المساحيه. طيب كل دي يعتبر ايه كمية فيزيائية. طيب اما بالنسبة لكل كمية انا بحتاج اقيسها بوحدة، يعني يبقى في وحدة ليها، لو في واحدة تمكنت اتكررت يبقوا باتنين، لو واحدة تالتة يبقوا تلاتة. طيب زي مثلا الطول مثلا من ايه من نقطة للنقطة للتانية. طيب عندنا اول حاجة تعالوا كده نشوف الوحدات القياس بتاعة الاطوال والمسافات. طيب اول عندنا الانظمة، النظام الانجليزي والنظام الفرنسي. النظام الانجليزي ده بيقيس لي الطول بالقدم والكتلة، طبعا عارفين هي بالباوند، اما الزمن بالثانية. طيب وعندنا النظام الفرنسي بيقيس لي بالسنتيمتر الطول، وبيقيس لي الكتلة بالجرام، وبيقيس لي الزمن بالثانية. طيب انا بقى دلوقتي هتكلم عن مين، هتكلم على الانظمة دي، وكمان في نظام ثالث اللي هو الاس اي يونت، النظام العالمي. طيب النظام احنا هدخل دلوقتي النظام ده، يعني انا هقدر احول ما بين ده وده. طيب النظام بقى، طيب الاس اي يونتس ده اللي هو ايه الطول بالمتر والكتله بالكيلو جرام، اما بالنسبه للزمن برضو بالثانيه. طيب تعالوا بقى نمسك نظام، تعالوا كده نتكلم على الميل. الميل مثلا ده في كام ياردة، الميل في كام ياردة، في 1760 ياردة. اما بالنسبه للياردة فيها كام قدم، فيها 3 قدم. طب القدم في كام بوصة، في القدم في 12 بوصة. طيب تعال نشوف بقى الوحدات التانية اللي هي ده في النظام الايه النظام الانجليزي، بس الارقام دي مش محسوسة قوي. تعالوا بقى ايه نحسها في النظام الايه الفرنسي، ولما نحول ما بينهم. النظام الفرنسي الكيلو متر في 1000 متر، طيب المتر في 100 سنتي، الديسي متر في 10 سنتي، طبعا المتر فيه 10 دي سي برضو، السنتي فيه 10 ملي متر. طيب تعالوا كده نشوف بقى من النظام الفرنسي ده في كمان وحدتين، الهكتومتر ده بتساوي 100 متر، وعندي كمان الديكامتر دي فيها 10 متر. يعني اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الكيلو فيه 1000 متر. طب الكيلو متر فيه كام هكتومتر؟ تعرف تحسبها لي؟ الكيلو 1 كيلو متر، الكيلو متر بيساوي ايه 1000 متر. فال1000 ده عباره عن ايه، مش 10 في 1000، في 10 في 100، 10 في 100 متر صح، لو انا ضربت 10 في 100 1000، بس انا ايه عملتها كده. طب مين ال100 متر دول؟
اللي هو الهكتومتر. فاكني اقول ان الكيلومتر الواحد كيلومتر بيساوي 10، الكلام ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن هكتومتر. يبقى ايه؟ يبقى فيه 10 هكتومتر، يعني الكيلومتر فيه 10 هكتومتر. طيب يبقى الواحد كيلومتر بقى بنفس الطريقه هنعملها ازاي كده؟ هلاقي انا عندي الواحد كيلومتر فيه كام ليكا متر؟ فيه على طول هيبقى فيه 100 ليكا متر. طيب وهكذا. طبعا ايه؟ دول ما بيتقالوش يعني، بس انا حبيت ان انا ايه اقولهم. طيب عندي بعد كده مين؟ عندي بعد كده وحدات قياس المساحات. طيب المساحات دي هنتطرق لها في الشابتر الثالث، بس احنا ما يمنعش ان احنا نمسك المساحات دي. هنحسب ايه؟ هنحسب مثلا المساحات دي ازاي؟ طيب المساحات دي زي بالظبط كده ايه؟ الواحد متر، الواحد متر مثلا فيه كام سنتي؟ فيه 100 سنتي. طيب يبقى الواحد متر مربع فيه كام سنتيمتر مربع؟ خلاص هنعملها ازاي دي؟ يبقى انا لو عندي واحد متر هيساوي 100 سنتي. تعالوا كده نشوفها دي، صح كده؟ يبقى الواحد متر مربع انا ربعت ده، هتربع ده برضو، يبقى 10 في 10 100 في 100، 100 في 100 بكام؟ ب 10000 سنتيمتر مربع. طيب اللي هي 10 اس 4. طب لو انا عايز بقى السنتيمتر مربع هقول لك ايه؟ الواحد سنتيمتر مربع عباره عن ايه؟ 1 على 1000. يعني انا هقسم ال 1000 دي هنا، هقسم 1000 هنا وهنا، يبقى الواحد سنتي هنا سنتيمتر مربع في ايه؟ 1 على 1000 اللي هي ايه؟ او 1 على 10000 انا اسف. طيب ال 1 على 10000 دي اللي هي ايه؟ 1 على 10000 اللي هي 10 اس سالب 4. طبعا احنا كنا بنحول ايه؟ ده متر مربع. كنا بنحول طبعا في ايه في ثانوي ان الواحد سنتيمتر مربع عباره عن 10 اس سالب 4 متر، وحافظين حافظين الايه التحويله دي. طيب وهكذا بقى. طيب يعني الواحد متر مربع في مثلا 1000 لتر، في 1000، الواحد متر في 1000 ملي متر. طيب يبقى الواحد متر مربع في كام ملي متر مربع؟ هضرب 1000 في 1000 يبقى تديني 10 اس 6، 10 اس 6. طيب يبقى 1 في 10 اس 6. طيب يبقى الواحد متر مربع في 1 مليون ملي متر مربع. طيب وهكذا. انت تقدر تحول عن طريق، طب الواحد ملي متر مربع في كام متر مربع؟ هو عباره عن ايه؟ واحد من ايه؟ من مليون. يعني الملي متر مربع عباره عن واحد من مليون، يعني جزء من مليون. يعني ايه؟ يعني اقدر اقول ان الواحد ملي متر مربع بيساوي واحد مليون، يعني 10 اس سالب 6 متر مربع. يعني واحد معنى كده ايه؟ واحد على 10 مليون. انا عن واحد على 10، واحد على 10 اس 6 اللي هو ايه؟ مليون. يعني انا عندي ان هو جزء من مليون جزء، اكني انا قسمت المتر المربع ده لمليون جزء كده، والجزء منهم الواحد اسمه ايه؟ اسمه ملي متر مربع. طيب الملي متر المربع ده هو عباره عن جزء من مليون. طيب تعالوا كده نشوف حاجه تانية اللي هي جديده بقى علينا في المساحه. لو انا عندي مثلا الفدان والقيراط والسهم، طيب انا عارف ان الايه؟ ان الفدان سمعنا عنه قبل كده ان هو في ايه؟ الفدان فيه 24 قيراط، والقيراط فيه 24 سهم. طيب اما بالنسبه للفدان بيساوي كام متر مربع؟ طيب الفدان في كام متر مربع؟ في 4283، 4200.83 متر مربع. طيب تعالوا ده الواحد فدان. طب الواحد ايراد في كام متر مربع؟ طيب عشان نحسه شوية، هو عبارة عن 175 متر بوينت 04 متر مربع. طيب الواحد سهم في كام، في كام متر مربع؟ أسأل نفسي كده في كام متر مربع، هيبقى عبارة عن كام بقى؟ الواحد إيراد، الواحد سهم قصدي، في 7.5، 7.3 متر مربع. طيب عندنا كمان وحدة لقياس المساحة اللي هي هتتقال معانا الهكتار. الهكتار الواحد هكتار. طيب الواحد هكتار بتساوي ايه؟ بتساوي 10000 متر مربع. متر مربع ازاي بقى جت دي؟ لسه عارفين ان الواحد هكتو متر في ايه؟ في هكتو متر بتساوي، لسه قايلين ان هي ب 100 متر. طيب ربع ده، ربع ده هكتو متر تربيعه 1 هكتار اللي هو بالمساحه، ده بالطول ده، لكن ده بالايه؟ بالمساحه. يبقى ال 100 متر لما اجي ارفعهم هيدوني 10000 متر مربع. طيب ده بالنسبه للمساحات دي. طب لو انا عايز بقى اتكلم على الحجوم، الحجم وحدات القياس بتاعتها مثلا المتر مكعب. يعني انا لو عارف ان المتر فيه كام سنتي،
يعني انا عارف، لو انا عارف مثلا ان المتر فيه 100 سم صح، الواحد متر بتساوي 100 سم، يعني قصدي اقول لك ان ايه، ان ده مشتق من ده، يعني المساحات احنا جبناها منين؟ من المسافات. بس في حاجات جديده كانت زي الايه، الفدان والايراد والكلام ده كله. طيب الواحد متر فيه 100 سم، طب الواحد متر مكعب فيه كام سنتيمتر مكعب؟ خلاص ايه، اعمل دي تكعيب، انا كعبت هنا هكعب هنا. طيب يبقى 100 اس 3 اللي هي 100 في 100 في 100 هتديني كام؟ هتديني 10 اس 6 اللي هي مليون واحد في 10 اس 6 سنتيمتر مكعب. طيب الواحد متر مكعب فيه كام لتر؟ اللتر ده وحدة قياس مين؟ الحجم، فيه 1000 لتر. طيب الواحد لتر فيه ايه؟ فيه كام سنتيمتر مكعب؟ اكيد هيبقى فيه 1000 سنتيمتر مكعب. طيب يبقى الواحد متر على طول للسنتيمتر مكعب يديني مليون. طب الواحد متر مكعب لللتر تتضرب في 1000 اللي هي 1000، واحد لتر لسنتيمتر مكعب في 1000 ايه؟ سنتيمتر مكعب. طيب ده بالنسبه للايه؟ لوحدات القياس المسافات والايه؟ والاطوال. اما بالنسبه للزوايا، الزوايا اللي هي تاني حاجه، احنا اتكلمنا عن المسافات. طبعا المسافات يا اما هتبقى بالشريط مثلا هعملها بالشريط، يا اما هعملها على طول انا اللي هحسبها، يا اما هحسبها طبعا بالاجهزه زي الاي دي ام، وهحسبها كمان بتوتال ستيشن، اقدر احسبها بالده او ده. الزوايا هقدر احسبها بمين؟ بالايه؟ بالتدريت، تقيس الزوايا الافقيه، وكمان الزوايا مين؟ الزوايا الرأسيه عن طريق التلسكوب ده بيتحرك على المنقله. طبعا هنا ايه، في بروسيسور بيوصل لي القرايه بتاعته على ايه، على الجهاز اللي هو وحدات الاخراج. طيب تعالوا بقى نتكلم على الزوايا دي، الانجل دي. طيب الانجل دي بقى بتتقسم ازاي؟ الانجل دي بتتقسم، لو انا عندي دايره كده كبيره وقسمتها اربع ارباع، وبعد كده قلت مثلا ده 0 90 180 360. طيب من 0 ل 90 في 90، في 90 قسم. يعني ايه من 0 ل 90؟ يعني انا قسمت ده ل 90 قسم، وقسمت من ده برضه 90 قسم، وهكذا كل ربع قسمه ل 90 قسم، يبقى كلهم كام؟ 360 قسم. طيب انا قسمت كل من دول واحد، يعني مثلا القسم الواحد عباره عن ايه؟ مثلا انا هعمل فوكس شويه فهشوف ان ده القسم التاني، ده واحد درجه، وفي واحد زي هنا برضو واحد درجه. طب كلهم على بعضهم كام ايه؟ كام درجه؟ 360 درجه. طيب ده اسمه نظام ايه؟ ده اسمه نظام 60. اللفه الكامله تديني كام؟ معلش ده 270 درجه، دي 360 درجه. طيب النظام ده نظام ايه؟ 60، اللي هو اتعامل فيه بالدرجات. طيب عندنا نظام تاني، بس قبل ما نوصل للنظام التاني في انظمه طبعا ايه مكافئه ليها، زي مثلا النظام الدائري او النظام الايه المئوي. بس تعالوا كده نشوف الدرجه، انا ممكن اقول الدرجه فيها 60 دقيقه، وممكن اقول ان الواحد دقيقه، انا ممكن اقسم الدرجه دي، يعني الدرجه دي اقسمها ل 60 جزء تاني، كل جزء منهم عباره عن ايه؟ اسمه دقيقه. طب الواحد دقيقه اسميها ايه؟ حاجه اقسمها 60 جزء تاني فاوصل لمين؟ الثانيه. طيب ده بالنسبة للنظام الستيني. أما بالنسبة للنظام الثالث اللي هو، أو النظام الثاني اللي هو النظام الدائري اللي احنا عارفينه، اللي هو نظام الستيني ونظام الايه؟ الدائري. هقسم ازاي؟ وازاي ان انا احول بينهم؟ طيب عندي لو انا عملت دايرة ثاني وقسمت برضو، هقسمها ازاي؟ تعالوا كده نقول ان ده زيرو، ده باي على 2، ده باي، ده 3 باي على 2، ده ب2 باي. يعني انا ايه قفلت دايره كامله بايه؟ ب2 باي. طيب انا قسمت هنا، ده اسمه تقدير ايه؟ نظام دائري الريديان. طيب ده نظام، يعني ايه نظام الدائري ده؟ نظام الدائري ده اللي هو ان انا عايز احسب القسم، او القسم نفسه عباره عن ايه؟ طيب الزاويه بالتقدير الدائري هي عباره عن ايه؟ عباره عن طول القوس ده على نص القطر، تديني الزاويه بالتقدير الدائري. يعني انا لو معايا الطول ده لام مثلا او ال، تعالوا نسميه ال، ال وده ايه؟ ار. فال على ار، فال على الار تديني السيتا بالتقدير الايه؟ الدائري او الريديان. ده التقدير الايه؟ الريديان. تمام بالريديان. تمام يبقى السيتا، ال على سيتا طول القوس على نص القطر يديني سيتا بالريديان. طيب لو انا عايز احسب بقى طول القوس ده، او حته ثانيه من القوس، عايز احسب طول القوس ده كده كله، الحته دي احسبها ازاي؟ بحسب الطول ده ازاي؟ بقول ايه؟ لو انا معايا دي سيتا مثلا،
ومعايا ده ار، فبضرب ايه عشان احسب طول طول ال ال ده مثلا، ال ده سيبك من ال ده دلوقتي، انا بتكلم على الجزء ده. فهلاقي اقول ان ال ال ده عباره عن ايه؟ عباره عن السيتا في الار، اهي السيتا في الار دي من ال، يبقى سيتا في الار هتساوي ال. ال ده مين؟ حيث ال ده مين؟ هو طول الايه؟ القوس. من القانون ده، ده كانه قانون بالنسبه لي، وانا هحسب على كده ايه؟ طول القوس عن طريق ان انا ابقى معايا السيتا بالدائري بالريديان واضربها في نص القطر، يعني انا اضرب الايه؟ السيتا في الريديان. طيب انا لو عايز احسب بقى ايه؟ طول القوس كله بتاع الدايره، فانا لفيت 2 باي، يعني انا عملت زاويه 2 باي، فاضرب الزاويه بتاعت اللي هي 2 باي في نص القطر اللي هو ار، يديني المحيط بتاع الدايره اللي هو البريمتر بتاع الدايره اللي هو ال برضه، يعني هنسميه ايه؟ هنسميه محيط الدايره. يبقى محيط الدايره عباره عن ايه؟ اي محيط الدايره يعني هو طول الايه؟ طول القوس ده كله، طول القوس بتاع الدايره كله عباره عن كام؟ عباره عن الزاويه المركزيه، الزاويه المركزيه في الار. ليه اسمها الزاويه المركزيه بتاع القوس ده؟ دي الزاويه المركزيه مثلا اللي هي ايه؟ بتاع القوس ده. طيب سيتا واحد مثلا، سيتا اتنين، انا عايز مثلا بتاع الدايره كلها، فالدايره كلها انا لفيت 2 باي، فاضرب ال 2 باي في الار تديني طول الدايره كلها اللي هو 2 باي ار اللي هو ايه؟ محيط الدايره. ده بالنسبه للتقدير للنظام الايه؟ النظام الدائري. طيب يعني انا عرفت كده ان انا لفيت هنا 2 باي عشان اقفل الدايره. المره اللي فاتت لفيت 360 درجه، يعني ال 2 باي في النظام الستيني بتكافئ ال 2 باي في التقدير الايه؟ الدائري. طب تعالى نشوف اخر نظام اللي هو النظام المئوي. يعني انا عندي دايره هقسمها 400 قسم بقى، 0 100 200 300 400. طيب كل قسم من دول، يعني انا بدل ما اقسمهم 360 لا انا قسمتهم 400 قسم. طيب انا هسمي القسم الواحد فيهم اسمه واحد درجه مئويه او الجريد. طيب لو انا مسكت بقى الايه كل قسم منهم او قسم واحد بس، واحد درجه مئويه، واحد درجه مئويه هقسمه ل 60 قسم، يبقى هقسمه واحد او واحد س. طب انا هاخد هسميه ايه؟ دقيقه مئويه. واحد دقيقه مئويه هقسمها ل 60 قسم برضو تاني او 100 قسم، هقسمها ل 100 قسم، فكل قسم منهم هيبقوا كام؟ هيبقى 100 سي سي. يعني انا عندي ايه؟ عندي انا قسمت ال 100 قسم ده قسم القسم الواحد اهو، رحت انا مقسمه ل 100 قسم تاني جواه اللي هو 100 دقيقه مئويه. بعد كده هقسم كل دقيقه مئويه فيه ل 100 قسم تاني، فهيبقوا اسمهم ايه؟ هيبقوا اسمه ثانيه مئويه. ده اسمه النظام المئوي لقياس الزوايا. طيب انا باجي اعمل الواحد درجه اللي هي واحد درجه مئويه بسميها واحد جريد، واحد جريد، تمام كده؟ طيب على العموم يعني هلاقي ان انا عندي ده النظام اللي يعني انا عندي هنا ايه؟ لفيت عشان اقفل الدايره دي كلها قسمتها ل 400 ايه؟ ل 400. المره اللي فاتت قسمتها ل 2 باي في التقدير الايه؟ او النظام الدائري الريديان. طيب في النظام الستيني قسمتها ل 360. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجه عندي الواحد درجة أو الاتنين باي بتقابلها في النظام ده 360 درجة، ده راديان، ده درجة، 400 جريد أو 400 درجة مئوية. طيب يعني ده في النظام الدائري، ده في النظام الستيني، ده في النظام إيه؟ نظام دائري ستيني. 60 ده ايه؟ مئوي. طيب لو انت بقى معاك، لو انت معاك مين؟ لو انت معاك حاجه بالايه؟ يعني انت معاك زاويه بالريديان، معاك مثلا ايه؟ باي على الاثنين، عايز احولها، عايز اعرف هي بكام بالايه؟ بالتقدير السكيني، يعني انا عايز اعرف بالتقدير الستيني قد ايه؟ فانا عايز اعرف هنا ايه؟ هنا ده ايه؟ سميه اكس مثلا. عايز اعرف بالتقدير الايه؟ المئوي كام؟ سميها واي مثلا كان. فاعمل ايه؟ انا عايز الاكس دي مثلا، فانا معايا نسبه معلومه اللي هي الايه؟ 2 باي تديني 360. فانا عايز اعرف بقى الاثنين بالتقدير ده تديني قد ايه بالتقدير الستيني؟ يبقى الاكس عباره عن ايه؟ ده في ده على ده، صح؟ يبقى انا هضرب باي على 2 في 360 واقسمها على ال 2 باي، فالباي دي تروح مع الباي دي
360 على على الاربعه تديني 90 درجه، وانت تبقى انت عارف طبعا ان بقى الاثنين عباره عن 90 درجه. طب انا عايزها بقى بمين؟ بالتقدير المئوي، فاضرب باي على 2 في 100 على 2 باي هتديني 100 درجه، 100 درجه مئويه اللي هي 100 سين 100 جريد. طيب وهكذا. او ممكن اعمل ايه؟ او ممكن ناس تانية تعمل ايه برضو عشان ايه نشوف كل الحالات. عندي مثلا ايه واحد يروح قال لك ايه، قال لك في برضو ممكن ايه نخلي بدل 2 باي نخليها باي، و360 نخليها ايه، نخليها ايه 180 درجة، ونخلي 400 ايه نخليها 100. قسمت كله على 2 عشان في ايه، في كومن فاكتور هنا 2، انا خدت الايه كومن فاكتور 2 فبقى هنا 100 هنا 180 هنا 100 او 200 سوري. طيب فبقى ايه بقت اسهل كده. فانا عايز احول مثلا زاويه بالتقدير اللي هي ال 60 مثلا ايه 90 درجه، فعايز احولها للتقدير الدائري، فاقول ايه 90 في باي على 180 تمام كده. يبقى انا عشان احول بالتقدير الاكس عايز اجيب الاكس دي مثلا، الاكس مثلا، فالاكس هتساوي كام؟ هتساوي 90 في باي على 180. طيب لو انا عايز الواي مثلا دي، الواي بتساوي ايه؟ الواي انا عايز الواي يعني انا اضرب 90 في 200 على 180، 90 في 200 على 180. طيب وهتلاقي ان انت دايما ايه انت عايز توصل لمثلا الايه للتقدير الايه الراديان، فبتضرب في الباي اللي هي اللي انت عايز توصل لها وتقسم على اللي انت عندها وهكذا في اللي انت عندها. طب دي 180 دي ايه اللي بتكافئ النظام الايه ال 60 اللي انا عايز امشي من عنده، يعني انا بقسم على اللي انا مش اللي انا عايز امشي من عنده، واللي عايز اوصل له بضرب فين. لو انا همشي بالنسب دي تمام برضو، لو همشي بالنسب دي اوكي مفيش اي مانع، الاثنين هيوصلوني تمام، لان هنا في كومن فاكتور اثنين بس، فدي للتسهيل مش اكتر تمام. ده ممكن مثلا ايه السؤال في هنا ازاي ان انت ازاي بتحول من زاويه لزاويه، يديك مثلا زاويه بالتقدير، هنشوف مسائل زي كده في الشيت، لسه هنحل مسائل الشيت. هل انا عندي مسائل بنحولها لايه من نظام لنظام. طيب عندي اخر حاجه بس برضو عايز اتكلم فيها اللي هي وحدات القياس برضو، ازاي ان احنا نحول منهم. عندي مثلا تعالوا كده نشوف الميل نفسه عشان نحس الارقام دي، التحويل ما بين الوحدات القياس دي. انا سبت الكلام ده كله ورحت لزوايا، تعالوا نرجع تاني بقى ليه. طيب الواحد دي ايه؟ الواحد ميل في كام متر؟ بيساوي كام متر؟ الواحد ميل فيه عبارة عن 1609.35 متر. طيب تعالوا كده نشوف القصبة فيها كام متر؟ القصبة بتساوي ايه؟ 3.55 متر، يعني قصدي اقول لك ان ليه؟ ان هي 3 متر ونص مثلا، يعني تقريبا كده القصبة. طيب الواحد قصبة تمام؟ اما بالنسبة للواحد ياردة تقريبا شبه المتر بالظبط، ازاي؟ 0.9144 يعني قربت 0.9 يعني